كشفت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي لمتابعيها على طريقة فريدة تمكن الأمهات من ممارسة الرياضة والاعتناء بأطفالهن بالوقت عينه. فقد نشرت زوجة الإعلام اللبناني وسام بريدي مجموعة فيديوهات تجمعها بابنتها بيلا ماريا في النادي الرياضي، حيث كانت تقوم بالتمارين وهي تحملها. وظهرت ريم السعيدي في مقطع آخر وهي تقوم بتمارين بواسطة العربة الخاصة بابنتها من خلال مجموعة حركات طريفة حافظت فيها على رشقتها من جهة، وقضت وقتا ممتعا مع طفلتها من جهة أخرى. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.